السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام ومعارك. بداية حابب أشكر كل من تفاعل وساهم بملاحظة أو بتعليق على الحلقة الماضية لإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصراحة إقبالكم أعطاني دفعة قوية جدا أن أنا أكمل. فأنا والله بحب أشكر كل صاحب فضل إداني تعليق أو مشاركة أو فكرة أو حتى ساهم بشير أو بلايك، فجزاكم الله خيرا عنا جميعا. كلامنا النهاردة إن شاء الله عن الباحث عن الحقيقة. ترك ملذات الدنيا والترف وسافر يطلب الدين مع قوم فغدروا به وباعوه لرجل يهودي، وبعد ما كان سيد في قوم وذا جاه ومنصب أصبح عبد يباع ويشترى. منعه الرق من شهود غزوتي بدر وأحد، وأول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة الخندق. احنا النهاردة ان شاء الله تعالى هنتكلم عن قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. اللهم اغفر كل الناس افقه من عمر. تبدأ انت ام نبدأ نحن ايها الشافعي؟ اهلا بكم. بداية قبل ما ندخل في تفاصيل القصة، أنا عايزكم يا جماعة مع القصة دي تعيشوا كل شق فيه كأنك أنت سلمان بنفسك. ليه؟ علشان تستشعر معاناته. لما نتكلم عن المعاناة تستشعر المشكلات اللي واجهته، لأن في حاجات كتيرة جدا في قصة سلمان الفارسي بتواجهنا كمحن يعني فردية في حياتنا كده، وبنقابلها ومبقاش عارفين نتصرف فيها، وأحيانا بتضيق بينا الأمور فبنبتدي نشتكي ونزهق ونزعل. فعشان كده عايزكم تعيشوا تفاصيل القصة، حتى إذا وصلنا للفرجة فيها أنتوا نفسكم هتحس أنكم استنشقتوا من الصعداء كده وحسيتوا ياه ده سلمان الفارسي تعب جدا. فعشان كده عايزين نعيش معاني القصة شيئا فشيئا. من هو سلمان الفارسي؟ سلمان الفارسي هو من أصبهان ويكنى بأبي عبد الله، وأصبهان دي أرض من أراضي فارس اللي هي أكثرها دلوقتي تعتبر إيران. احنا بنقول إيرانيين بيتكلموا فارسي. وكان عايش في قرية اسمها جي، وكان أبوه بيطلق عليه دهقان القرية، يعني الراجل عنده الدهقان دي يعني عنده منصب سياسي ومنصب ديني في القرية. فكان أبو سلمان سيد في قريته، وكان يحب سلمان حبا كبيرا، لدرجة أن سلمان رضي الله عنه وصف الحب ده وهو بيقول: كنت أحب خلق الله إليه، حتى أنه من كثرة حبه لسلمان حبسه في البيت مخافة الضرر عليه. وأصبح سيدنا سلمان رضي الله عنه من المعبد للبيت ومن البيت للمعبد، وأحيانا بيقضي الأبوه بعض الأمور زي ما يتقدم في القصة. بيقول سلمان رضي الله عنه: كنت مجتهدا في المجوسية. والمجوسية دي يا جماعة دي ديانة وثنية بتقول بعبادة إلهين، إله الخير وإله الشر، وهم بيتعبدوا بالنار. وعشان كده سلمان رضي الله عنه بيصف اجتهاده أنه وصل أن يكون قطن النار التي يوقدها ولا يتركها ساعة، يعني قاعد عند النار شغلته ان النار دي ما تطفيش. وانا عايزك بقى تعيش المعنى ده، ان اللي بيقعد مننا قدام الفرن مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة بتلاقيه حمص من كتر السخونية. تخيل هو قائم على الموضوع ده. فكان مجتهدا اجتهادا عظيما. ابو سلمان الفارسي كان عنده ضيعة، والضيعة دي هي ارض بها مزارع وحدائق كبيرة وشغل كده جميل جدا. فانشغل عنها ببنيان كان بيبني، فطلب من سلمان يروح يتفقد الضيعة دي ويطمئن على احوالها. سلمان رضي الله عنه وفي طريقه للضيعة مر على كنيسة من كنائس النصارى، بدأ يسمع أصواتهم والترانيم وهم بيصلوا، وما كانش يعرف أي حاجة نهائيا عن الديانة دي، لأنه كان أغلب الوقت محبوس في البيت وملوش أي اطلاع على الأمور اللي بتدور حوله، وخصوصا فيما يخص الديانات والحاجات دي. فطبعا لما سمع وملأ والشغف قرر أنه يدخل ويشوف الناس دي بتعمل إيه. فلما دخل وشافهم وبص على صلاتهم استعجب جدا وأعجب بصلاتهم، وحس أنه عايز يبقى زيهم، وقال في نفسه: هذا والله خير من الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. وشوف سبحان الله، على الرغم من الديانة النصرانية واليهودية محرفة، ولكن يظل عبق الديانة السماوية يتفضل ويتقدم على الديانات الوثنية. عشان كده هو حس أن في حاجة مش تقليدية، حاجة غريبة غير خالص عبادته الوثنية أو المجوسية مع النار والكلام ده. فبيقول: فجلست معهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها،
فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. والشام دي قبل تقسيمات سايكس بيكو كانت هي بتعتبر اللي هي فيها الأردن وسوريا والأرض المباركة فلسطين، فكانت هي دي الشام. فقالوا له أنه مكان الدين ده موجود في الشام. فتركهم سلمان رضي الله عنه وعاد إلى أبيه. وطبعا أبوه قلق عليه وبعت ناس تدور عليه وتشوف فيه إيه. فلما رجع سأله أبوه: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ مش بحتك تشوف الضيعة؟ فقال سلمان رضي الله عنه: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، أنا اللي شفته غير كده خالص، والله إنه لخير من ديننا. فالكلام يخوف. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال: وبعثت إلى النصارى. رحت بعثت النصارى كده وقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجارا من النصارى فأخبروني بهم. يعني أنا بس مجرد ما يجي حد ابعثوا قولوا لي بس. فجاء بالفعل ركب من التجار، فالناس زي ما وعدوا سلمان فبعثوا إليه يخبروا. فسلمان رضي الله عنه قال لهم: طيب لو قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فأذنوني بهم، خلاص مجرد ما عزوا يرجعوا بس بلغوني على طول. وبالفعل لما جه وقت رجوع القافلة تعاون بعض أحباء سلمان في السر معاه كده، وفك القيد الحديد من قدمه وراح معاهم في رحلتهم للشام. شوفوا بقى، ترك كل شيء خلف ظهره. فلما وصل للشام سأل: من أفضل أهل هذا الدين؟ فالناس قالت له: الأسقف، الأسقف في الكنيسة. وشوف بقى تحديد سلمان لهدفه ووضوحه، جاي عارف هو عايز ايه، رايح يدور على الرجل اللي هيدله على هذا الحق اللي رآه. فراح للأسقف وقال له ان هو يرغب في دخول دين النصارى، وانه حابب ان هو يخدم الأسقف في الكنيسة، يتعلم بقى منه الصلاة وتعليم الدين ويكون يعني تحت إمرته. والأسقف هو الأب المسؤول عن عدد من الكنائس داخل إقليم معين ومحدد، وبيترأس القساوسة والقمامصة والقائمين على تلك الكنائس، وبيتخذ الأسقف عادة الكنيسة الكبرى في الإقليم مقر لي، وبتعرف في هذه الحالة باسم الكاتدرائي، وبيوضع في جميع الكنائس كرسي خاص بالأسقف تقديرا لقامته الدينية والعلمية. وعشان أهمية الرتبة الدينية دي بيتم اختيار الأسقف من بين الرهبان اللي هم القساوسة والقمامصة والمتبتلين ساكني الأديرة. وأنا تعمدت ذكر مكانة الأسقف عشان ما هيترتب عليها في القصة اللي هتسمعوها دلوقتي. فقال الأسقف لسيدنا سلمان: ادخل. قال: فدخلت. بعدين بيصف سلمان رضي الله عنه ما رآه من هذا الأسقف، فيقول: كان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. قال: ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوا. فطبعا سيدنا سلمان لما شاف الموقف قال: انتظروا، لقد كان لصا، ده الرجل ده رجل حرامي، يرغبكم في الصدقة ولما يجمعها منكم يكنزها لنفسه، وبيديش أي حاجة لا للفقراء ولا المساكين، كله بيروح للقلال بتاعته. فهم طبعا قالوا له: طب وانت ايه اللي عرفك الكلام ده؟ ايه اللي يثبت صحة كلامك ده؟ فسيدنا سليمان قال: انتظروا اخذكم الى مكان الكنز. وفعلا خدهم وحفروا ووجدوا ما قاله سلمان رضي الله عنه رؤيا العين، فاستخرجوا من الحفرة التي حفروها 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فقالوا: والله لا ندفنه ابدا. وخدوه وصلبوه وظلوا يقذفوه بالحجارة. وكيف كان ده حال سلمان رضي الله عنه اللي أصلا ترك الجاه والمنصب في بلده، فالقلال دي لم تكن تشكله أي شيء، على الرغم أنه كان لو عايز كان ممكن ياخدها ومحدش يعرف عنها أي حاجة، لم يكن يعلم بهذا السر إلا الأسقف الذي دفن وسلمان رضي الله عنه وأرضاه. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
طبعا بعد تلك الواقعة قام الأهالي بإحضار رجل آخر مكان الأسقف، فيقول سلمان رضي الله عنه عن الرجل ده: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، إني كنت معك فأحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبلك، وقد حضرتك الوفاء، فإلي من توصي بي وما تأمرني. قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر مما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. الموصل دي فين؟ في العراق، وهو فلان، وهو على ما كنت عليه فالحق به. ووالله كانت هذه طاقة النور التي فتحت لسلمان بصبره على صاحبه الأول اللي خد الدين مطية أن يسرق أموال العباد. راح سيدنا سلمان رضي الله عنه للموصل وجالس الرجل العابد لحد ما قضى الله عز وجل في عمر هذا العابد وشارف على الموت كصاحبه، وسأله كما سأل الأسقف الأول، فالرجل ده أوصى بمكان آخر. وظلت رحلة سلمان رضي الله عنه تدور ما بين مكان وآخر باحثا عن الحق، يروح لمكان يلزم العابد اللي فيه مدة من الزمن، ولما يموت يسأله عن حد تاني على نفس المنهج ويطلب منه الوصية فيرشده. والحقيقة في تفاصيل كثيرة لحركة سلمان رضي الله عنه ما بين رجل إلى آخر، لكن احنا نتجاوز عنها عشان وقت الحلقة. التنقلات اللي قام بها سلمان رضي الله عنه بناء على وصايا الصالحين من مكان لمكان بحثا عن الحقيقة بدأت من الشام، ثم إلى الموصل، ثم إلى العراق، ومنها إلى نصيبين. ونصيبين دي مدينة تاريخية في الجزيرة الفراتية العليا، ومنطقة إدارية تقع حاليا ضمن حدود تركيا وتتبع اليوم لمحافظة مردين. وبعد أن قضى سلمان رضي الله عنه فترة في نصيبين، أوصاه الرجل العابد أنه ينتقل إلى عمورية ويمكث هناك مع أحد الرجال اللي كانوا برضو على الحق. وعمورية دي مدينة تقع في منطقة الأناضول الواقعة في الجزء الجنوب الغربي من مدينة أنقرة في تركيا. بعد انتقال سيدنا سلمان رضي الله عنه لعمورية ومجالسة الرجل الصالح، بدأ يشتغل شوية وبدأ يكتسب، وصار عنده بقرات وغنيمة. وبعدين لما نزل أمر الله عز وجل بهذا الرجل الصالح، سيدنا سلمان طلب منه الوصية المعتادة، فقال له: والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه. خلاص كده، بس فين بقى البشرى؟ ولكنه قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل. والحرتين دي اللي هي حجارة سوداء، وبيقال إن هي حجارة بركانية بتلف المدينة المنورة. فيقول: به علامات لا تخفى. إيه بقى العلامات دي اللي قالها لسلمان رضي الله عنه؟ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. وده كلام لا يوصى به سلمان رضي الله عنه. ثم مات الرجل. ففضل سلمان رضي الله عنه في عمورية مدة من الزمن لحد ما مر عليه نفر من التجار، طلب منهم يحملوه إلى أرض العرب زي ما سمع من الراجل، مقابل إيه بقى؟ إنه يديهم كل ثروته اللي بيملكها، اللي هي البقرات اللي قلنا عنها اكتسبها، البقرات والغنيمة. تخيلوا كم البذل. وبالفعل وافق التجار وأخذوا سلمان رضي الله عنه عشان يوصلوا، ولكن للأسف كانوا تجارا معدومي المروءة. بعد ما أخذوا سلمان رضي الله عنه وخدوا منه البقرات والغنيمة، لم يكملوا رحلتهم لإيصاله. فشوفوا أول إساءة، سرقوا ماله. ولم يكتفوا بذلك، وإنما أخذوه رضوان الله عليه وباعوه عبدا. متخيلين؟ متخيل المأساة؟ مش باعوه عبد وخلاص، لا، ده باعوه عبد لرجل تاجر يهودي. يعني شقاء الشقاء، ولكنك تتخيل بقى بخل يهودي. احنا من عزنا سب واحد بقول له: يا أخي انت يهودي. أخذه التاجر، ويقول سلمان رضي الله عنه هو في طريقه، فيقول: فرأيت النخل. بصوا دماغه فين، شايف تركيزه؟ هو مش فقط حريته، ولكن عنده ما هو أهم، بيدور على البشارة.
ورجوت، يقول سلمان، ورجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي. ووالله لقد حقق الله رجاءك يا سلمان أيها الصادق الطائع الطامع في رضا الله عز وجل. سلمان منا آل البيت. لما وصل سلمان عند اليهودي، جاء ابن عم اليهودي من المدينة، أو شوفوا بقى الكلام، من المدينة من بني قريظة، واشترى سلمان الفارسي رضي الله عنه. بس كده، هي كده أبواب البشارة. فيقول سلمان: فلما ذهبت مع ذلك اليهودي، فلما ذهبت معه للمدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها. هو ده المكان اللي قال لي عليه، يعني بالضبط زي ما وصفه لي رأيته، بس مجرد ما شفته عرفت ان هو ده. وخدوا بالكم السعادة دي، وهو عبد فقد حريته، لكن زي ما قلت لكم هو كل دماغه وتفكيره في اتجاه معين مركز فيه. وفي الوقت ده بعث الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة وقت، وسلمان يقول: ولم أسمع عنه شيئا أبدا. وبعدين هاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول سلمان رضي الله عنه: وإني لفي رأس عذق لسيدي، يعني في رأس النخلة بيشتغل بقى، ما هو عبد بقى، أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال فلان اللي جه ده: قاتل الله بني قيلة. وكانوا بيسموا الأوس والخزرج بني قيلة استهزاء بهم يعني. فبيقول الرجل: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. الراجل بيقول الكلام ده مش متخيل وقعه على اللي فوق في النخلة. فيقول سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء، حاجة كده زي الشعور، جاله شعور زي بالحمى كده، عارفين اللي هو الشعور بالاضطراب والتوتر والسعادة، تحس ان انت جسمك كله سخن، حتى ظننت اني سأسقط على سيدي، ونزلت من النخلة فجعلت اقول لابن عمه: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ اقبل على عملك. قال: قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال، وقد كان شيء عندي قد جمعته. وخلاص مرضاش يعرفهم في إيه، ورجع تاني. فلما أمسى رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين بقى الرجل اليهودي؟ قال فين؟ في قباء. وبدأ بقى ينفذ الاختبار من الوصايا التي قالها له صاحبه اللي كان في عمورية، لو تذكروا بقى. فدخل سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، معك أصحاب لك غرباء وذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقال سلمان رضي الله عنه يقول: فقلت في نفسي: هذه واحدة، أدي أول واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا آخر، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة. ثم جئته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه فأكلوا منها. قال سلمان رضي الله عنه: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. وبقيع الغرقد دي اللي هي منطقة البقيع اللي بنسمع عنها دلوقتي كلنا، ومكان بجوار المدينة المنورة، ودفن فيه عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة من أصحابه وعليه شملتان، صلى الله عليه وسلم لابس كده حاجة زي لباس الحج، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم
الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني استدبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بأبي هو وأمي أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته. خلاص التالتة إيه؟ فانكببت عليه أقبله وأبكي. يا الله، ما أجملها من لحظة. يبكي بكاء حار يدور في خلده وفي ذهني كل ما عانى من صعوبات ومشقة عشان يصل للحظة دي. تذكروا ضياع ماله، بل ضياع حريته وتحوله للرق، سوء المعاملة، تعب، إرهاق وإنهاك. أخيراً وصل لمبتغاه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: تحول، يعني تعالى لف كده. فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، لأنه كان بيحكي قصة الحديث ده لابن عباس رضي الله عنه. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع مني، وطلب مني أن أسمع ذلك لأصحابي، أن أقص عليهم. فقص سلمان على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رحلته بقى اللي خضها والوصول إلى الحق، وليصبرهم على هجرتهم من ديارهم. ثم شغل سلمان بالرق، رجع هو لازال عبد، حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتي بدر وأحد. وهنشوف كيف أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من رق العبودية. يقول سلمان رضي الله عنه: ثم قال لي رسول الله: كاتب يا سلمان. والمكاتبة أحبائي المتابعين هو أن يأتي العبد سيده، يجي العبد كده لسيده فيكاتبه على حريته، يعني باختصار يشتري نفسه من سيده مقابل مبلغ من المال. وبالمناسبة قبل الإسلام كان المسألة دي اختيارية، ثم بعد أن جاء الإسلام جعلها إلزامية، وكان هذا من عظم تلك الشريعة التي أرادت تحرير الناس من رق العبودية، وفي نفس الوقت المحافظة على توازن المجتمع في هذه المرحلة خلال تنفيذ عملية تحرير العبيد من الرق والعبودية. اليهودي بقى كحال كل اليهود طبعا بالغ وطمع في طلبه لمكاتبة سلمان رضي الله عنه، وطلب 300 نخلة عايزهم يتزرعوا، وكمان 40 أوقية من الذهب. طبعا ده مبلغ كان كبير جدا جدا جدا، لأن لما نيجي نتكلم عن 40 أوقية من الذهب، يعني أنت بتتكلم في ما يقابل تقريبا كيلو 100 جرام من الذهب، يعني مبلغ خرافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن أعينوا أخاكم، فجمع له الصحابة رضي الله عنه وديات النخل، واحد جاب له 30، واحد جاب له 20، واحد جاب له 15، 10، كل واحد بيجمع، حتى جمعوا له وديات النخل. وودية النخل دي اللي هي الفسيلة، اللي هي أصل النخل، البرعم الصغنن ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتيني أكون أنا أضعها بيدي. ويفقر لها دي معناها أنه يحفر لها حفرة ويحطها، يعني يحفر حفرة، وتخيلوا لتلتمائة نخلة. فراح يفقر لها رضي الله عنه وأرضاه، وأعانه الصحابة رضي الله عنهم في مسألة التفقير والحفر دي. فيقول: فإذا فرغت منها جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب معي، فجعلنا نقرب له الودي، ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في كل حفرة محفورة. فيقول سلمان: فوالذي نفس سلمان بيدي ما مات منها ودية واحدة. سبحان الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. يعني بص البركة التي وضعت في النخيل، والله إني أخسر في اليهودي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب ومن بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له. قال: خذ هذه اللي هي البيضة دي فأدي بها ما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ ده كتير، 40 أوقية.
قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت له منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله الخندق ثم لم يفتني معه مشهد بعد ذلك. وتحرر سلمان رضي الله عنه. هذا هو سلمان الباحث عن الحقيقة. وقصة إسلام الحقيقة ملهمة بالخير والمجاهدة والعمل الدوم. انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل، زي ما تعودنا هنذكر بعض الفوائد من قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم. الحقيقة أول زهرة نقطفها من هذا البستان الرائع من قصة إسلام سلمان رضي الله عنه هو حرصه الدؤوب على تتبع الحق. سلمان يا جماعة تعرض لفتن غير عادية، وبعض هذه الفتن ممكن يصيب حد منا في حياته كده عادي ويكون سبب في أنه يحيد عن الطريق لا قدر الله أو ينتكس. سلمان فتن بالمنصب والجاه والسلطان. سلمان فتن بعلماء السوء، وحط تحتها 100 خطة دي، وفتن بالرق، وفتن بما أعظم من ذلك اللي هو فقد حريته تماما. وتلك والله من أعظم الفتن إنك تفقد حريتك، ورغم ده كله لم يفتنه ذلك عن طريقه. الفائدة الثانية اللي ممكن نشوفها هو تشارك المسلمين في الهموم والتكاتف لأجل يعني إن هم ينتشلوا أخاهم. شوفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم، كله انطلق. اللي راح جاب 30 ودية نخل، واللي جاب 20، واللي جاب 15، واللي جاب 10، كل واحد اتحرك. وكمان مش كده وبس، وراحوا كمان يحفروا معاه ويساعدوه، 300 نخلة هتزرع. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم القائد الرسول والنبي راح جاب له بيضة من ذهب رفع عن سلمان رضي الله عنه حمل 40 أوقية. مش بس كده، لا ده كمان عامل الرسول صلى الله عليه وسلم معاهم في الزراعة، بقى ياخد الودية ويضعها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. هو ده والله المثال الحقيقي للتآخي وروح المحبة بين المسلمين. احنا والله في الأيام دي في أمس الحاجة لإعادة روابط التآخي والترابط بين المسلمين وبعضهم، وأن نبتدي نساعد بعضنا تاني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم مع سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر كل الناس أبقى من عمر.